هذا العرض. جيد، كما تعلمون أنه التأهيل الجامعي فيه مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى تبدأ برأي الخبراء إذا كان الملف قابل للتأهيل، والحمد لله الخبراء أعطوا رأيهم يعني عرض المترشحة للمناقشة، وكان من طرف الأستاذ دكتور لوكي الحاجمي والأستاذ دكتور ماهر فرحان والأستاذ دكتور بومقارورة. دونك حنا في المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي مناقشة أعمال الطالبة. بطبيعة الحال سوف نشرع الآن في المناقشة، وسوف ألتزم بالقائمة حسب الترتيب الواردة من طرف المقرر الصادر عن مدير الجامعة. بطبيعة الحال أحيل الكلمة مباشرة للأستاذ الدكتور وعطيه سفيان ليشرع في المناقشة والإدلاء بتنبيه. أرجو أن يكون مركزا جدا ومختصرا. إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ بدء، أنا جد سعيد صراحة بالعودة إلى منطلقي في هذه الخدمة النبيلة ألا وهي التعليم الأكاديمي. سبق لي وتوظفت في هذه الجامعة ودرست بها سنة، وبالتالي أنا جد سعيد اليوم لعودتي كخبير على عمل ينتظر إن صح التعبير إن شاء الله من خلاله أن نسهم في ترقية قسم علم النفس ترقية أحسن. وبالتالي أنا جد سعيد بلقائي بزملائي كل باسم. كما جرت العادة في هذه المحافل العلمية صراحة، هناك نقاشات علمية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالجانب مقومات علمية للمترشح ومقومات شخصية للمترشح. بصراحة لاحظت أن هناك ما شاء الله مترشحة واثقة من نفسها. أنا عندما جئت اليوم إلى هذه الجامعة بحثت فقط عن مقومات شخصية الأستاذ الجامعي، مقومات علمية. عندما درست الملف دراسة متأنية لاحظت ما شاء الله من الأعمال، لاحظت أعمال متنوعة وفي شتى المجالات، لاحظت ملتقيات في شتى التخصصات وفي كل المحافل الدولية سواء في الدول العربية وكذلك في الجزائر الحالية، لاحظت كذلك نشاطات متعددة متعلقة ب مقالات علمية في جامعات في مجلات كذلك متعددة ومتعددة. وبالتالي جئت فقط اليوم كي أتأكد من مقومات شخصية. صراحة لاحظت أول ما لاحظت على شخصية المترشحة، ما شاء الله عليك، الله لا حول ولا قوة إلا بالله، منا ومن غيرنا أكيد، لاحظنا شخصية هادئة، لاحظنا شخصية متزنة ما شاء الله، إن دلت على شيء ما تدل على أن هذه المترشحة ملمة بكل حيثيات التعليم الأكاديمي. هذا ما نفتقره للأسف. نحن الآن بصدد البحث عن مقومات الأستاذ الجامعي الفعال. أنا في رأيي الشخصي مع احترامتي للمقومات العلمية أرى بأنه نحن بحاجة ماسة وبحاجة أكثر للمقومات الشخصية. أين نحن من تلك الثقة بالنفس التي من شأنها تؤثر في المجتمع؟ أين نحن إن صح التعبير كي نفرض وجودنا لدى مجتمع ينتظر من الكثير؟ وبالتالي أرى بأن المقومات العلمية في مثل هذه المواصفات وفي هذه المهن تكون أقل بكثير من المقومات الشخصية. هذا في رأيي الشخصي. إذن عندما لاحظت أو عندما قرأت ملفك لاحظت ما شاء الله بداية من الفهرس حتى الملاحق المتمثلة في تقارير، لاحظت هناك احترام للجانب الشكلي للملف، وبالتالي أشكرك جزيل الشكر على هذا التنظيم المحكم لهذا الملف. لاحظت كذلك مقالك العلمي كان يواكب ما هو حديث، وهذا ما ننتظر من الباحث العلمي في هذا الجانب. معنى أن الباحث العلمي لابد أن يبحث دوما عن إشكاليات الواقع كيف يقترح حلولها. وبالتالي أراك وفقت كثيرا
في اختيارك لموضوع المشاركة في الحراك الشعبي الجزائري بحثي عن البحث عن مستوى تقدير الذات لدى الطالب الجامعي، وبالتالي أهنئك صراحة باختيارك لهذا الموضوع، وبالتالي بالفعل تلمست الخير في هذا الجانب. لماذا؟ لأنه لاحظت بأن المترشعة هنا كانت ملمة وكانت تبحث عن أنها تواكب ما هو حديث. كذلك عندما أثرت قضية منصة أريد، أريد كما قلت نعم بالفعل الآن هي منصة تجمع كل الباحثين العرب، وبالتالي لاحظت كذلك بأن الباحثة مواكبة للعصر، على مواكب بمعنى شخصية ما شاء الله معطاءة إيجابية فعالة، وهذا ما ننتظره من الأستاذ الجامعي في نقطة رهن بالفعل، لأنه بالفعل المجتمع بحاجة ماسة إلى خدماتنا. احنا في بعض الأحيان نهبط للأسواق يجيك الخضار يقول لك يا أستاذ أنا نبحث بكل أعماق الحياة بنحوش على مختص نفساني عندي مشكلة نفسية، وبالتالي الجامعة لابد أن تكون مؤثرة في المجتمع بأعضائها، أكيد بأعضائها التدريس لابد أن تكون مؤثرة، وبالتالي أرى في هذا الجانب أنك ما شاء الله كنت مواكبة لكل ما هو حديث في مجال الإرشاد والعلاج النفسي الذي أحب به صراحة. يعني بمعنى أنا سؤالي نطرحه لك فقط أستاذ بالشيخ فقط ماذا بيجاوبوني عليه، عليه ما تكملتنيش في الإرشاد النفسي والتوجيه في الدكتورة. أنا كنت نتمنى أنك تكملين معنا أكيد وجهة نظر فقط، لأنه مجال الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وكأنه طاولتنا العلمية افتقرت من خدماته. أنا أراها خدمة جليلة، خدمة إنسانية قبل أن تكون مهنية، وبالتالي علينا أن نركز وندعم أكثر مثل هذه الخدمات. السؤال المطروح لماذا تجنبت هذا التخصص الدقيق اللي هو يخدم كل التخصصات ورحت إلى أو ملت إلى دكتوراه علم النفس العيادي؟ لا، ما ليس تقصير من علم النفس العيادي، لا حاشا ولله، ولكن فقط لأنه الإرشاد العلاجي النفسي سيكون أكثر دقة، وكنت أنتظر منك أنك تبدعين في هذا المجال الإرشاد والعلاج النفسي خصوصا، وأنت ما شاء الله عندما قرأت سيرتك الذاتية لاحظت بأنك ما شاء الله خدمت كمستشارة توجيه في المجال الإرشاد والعلاج النفسي، حتى مقالاتك متأثرة شئت أم أبيت، عندك ميولات وعندك قدرة حتى تقدمي للشيء للمجتمع، بمعنى أنه من خلال قراءتي المحتوى الملف بتاعك لقيت بأنك تميل كثير إلى تقديم خدمات إنسانية، خدمات موجهة للأسوياء وخدمات مقدمة إلى الأقرب المرضى إلى الصحة وأقرب المنحرفين إلى السواء، وبالتالي خدمات العلاج النفسي بالفعل المجتمع بحاجة ماسة إليها، وبالتالي أنصحك في قضية كذلك وأكتفي بهذا القول، أنصحك في قضية الآفاق المستقبلية التي اقترحتها، إضافة في مشاريعك إن شاء الله قضية لماذا أكيد تفكير في مراكز تعنى بالإرشاد الزواجي والإرشاد الأسري، خصوصا المرأة الجزائرية الآن تعاني معاناة كبيرة جدا، تكون مد 10 ملايين ونلقى صدر حنون، نلقى آذان تصغي لمشاكل، أكلم مشاكل الزوجية مع أمي ممكن تعتبر إفشاء لحياة الأسرار الزوجية، وبالتالي هذا أمر غير مقبول، وبالتالي تبحث عن بكل ما أوتيت من قوة باش تلقى آذان ساغية، وبالتالي أنا أنصح خصوصا المرأة لأنه بالفعل محتاجين طالبتنا أو المرأة بصفة عامة الجزائرية محتاجة كثير لمثل هذه الخدمات، سواء الإرشاد الزواجي والإرشاد الأسري، كيف أهيئ هذه الفتاة المقبلة على الزواج، كيف كذلك أحقق لها مستوى لا بأس به من التوافق الزواجي، وكيف أهيئها كيف تتأقلم مع شخصية تجهلها تماما وتعيش معها في أسرة واحدة إلى آخره إلى آخره، وبالتالي نتمنى أنك تقدمين هذه الخدمة الجديدة وتكملي إن شاء الله، وشكرا جزيلا أستاذ أصفاد الأستاذ، شكرا. في ثلاث نقاط رئيسية، النقطة الأولى تكلم على المحبة الشخصية اللي تنفوذ من الطرف لايف كما يقولوا، هي نقطة جديرة بتكلم أنه يراها أنها
شيء اساسي في عمليه تكوين النشاط بصراحه. النقطه الثانيه اتكلم على حاجه تتعلق ب وبعد نشير لها في تدخل حتى التراكميه ضروره ان تواصلها الاستاذ المترشحه في انحائها الاولي. النقطه الثانيه التي اوافقه او شاطره 100% هو تسهيل المشاريع الجامعيه والنزول بها الى الميدان، طالما ان الاستاذه متخصصه في الارشاد. اقترح عليك مشروع عملي يعني نوعي وحساس ومهم، انه في نقطه نشاطه يعني مادام تخدمي في الارشاد. نشوفوا كثير من الاحيان انه نسبه الطلاق مرتفعه، يزوجوا في الصيف يطلقوا في الشتاء. دلنا على شيء، دلنا على لا نشوفوا نماذج من دول الاسلاميه رائده يفرضوا على الشباب الدخول في دورات تكوينيه. اعتقد انه علم النفس والجامعه اجدر وبامكانها ان تقدم مساهمه نوعيه، لانه في على كل حال دورات تكوينيه في بعض المؤسسات التجاريه، لكن اعتقد انه المقاربه العلميه الاكاديميه نزول بها الميدان وتقديم منتوج علمي وفقا لرؤيه علميه، اعتقد انه يساهم مساهمه كبيره في الحد من الانهيار القيمي والانهيار الاخلاقي الذي يعيش فيه المجتمع. اعتقد انه يبدا من الوصول، يعني اشاطره ويعني ادعمه كثير في هذه النقطه. ليس في هذه النقطه هي رساله لنا جميعا، نحاول نخلي المشاريع بحثنا اكثر تفاؤل مع المجتمع بدون قلق. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالأساتذة الكرام الذين يجدون العيد في هذا الجو الحار جدا، أرحب بهم وأرحب بزملائي في القسم وأرحب أيضا في المترشحة. أنا سأبدأ سامحتوني مما انتهى إليه الأستاذ بالنسبة لاستغلال علم النفس في تقديم الخدمات للمجتمع. وفعلا المترشحة هي مشاد، وسأسمح لنفسي أن أنصب نفسي محامية على المترشحة لأنني أعرفها أكثر مما هو موجود بين هذه الأفكار. هي فعلا عضو في العيادة النفسية التي أنشأها علم النفس، بالمناسبة سامحيني بالقطع، بالمناسبة لاحظت أن هناك أعمال مشتركة بينك كثيرة صراحة، وبالتالي حبيت ولكن نسيتها، حبيت مثلا الشكر كذلك لأنه أكيد بصمتك نسيت أطرع عليها كذلك، بالتالي شكرا. أقول أن العيادة النفسية هذه مفتوحة لجميع الطلبة بجميع التخصصات، حتى لأوليائهم حتى للعمال وأبنائهم وعائلاتهم، وكل الطلبة لست أدري إذا كان المعلومة وصل لجميع الطلبة أم لا، لكن العيادة النفسية ما زالت موجودة على مستوى قسم النفس، وهي تقدم الخدمات وفعلا تجينا حالات من خارج الجامعة، ونحن نشترك في هذه الحدود يعني لتقديم الخدمات النفسية. أعجبتني كثيرا النقطة اللي طرحها الأستاذ عن بهجات أستاذ الجامعة. طلبنا كثيرا وتحدثنا كثيرا وقمنا ببحوث كثيرة جدا عن مواصفات الأستاذ الجامعي. لو يعني بيدنا الأمر لغيرنا مقاييس التوظيف على مستوى الجامعة، المقياس الأول الذي ينبغي أن يختار على أساس أستاذ الجامعة هو الاستعداد لمهنة التدريس، والأساتذة الكرام يعرفون أن الاستعداد هو القدرة الطبيعية الفطرية التي تولد مع الإنسان وتؤهله للقيام بنشاط معين أحسن من بقية النشاطات. وتوجد اختبارات نفسية تقنية مقيمة مقننة أقول لقياس الاستعداد لمهنة التدريس، التي تقيس جميع المهارات التي ينبغي أن تتوفر في الأستاذ الجامعي. حينما تخلينا على هذا المقياس مع الأسف أصبحنا نجد في الجامعة من هو غير مؤهل لا للتدريس ولا للتعامل مع الطلبة ولا للبحث العلمي ولا حتى يعني يستطيع أن يقترب من مهنة التدريس. أرجع إلى المترشحة، فرع
البيداغوجي والثراء العلمي للمترشحة يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها والضمير الحي الذي تتميز به في إنجاز أعمالها سواء كانت إدارية أو بيداغوجية أو علمية. ما يعجبني كثيرا أنها استفادت واستثمرت فترة الحجر الصحي كما استثمرتها أنا أيضا بشكل جيد جدا، ربما من الأشخاص القلائل الذين استثمروا فترة الحجر الصحي في إنجاز عدد معتبر من سواء المقالات والمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية والمشاركة في الدورات التدريبية، يعني ما يزيد عن 20 دورة تدريبية شاركت فيها أقول المترشحة الخاصة بمنصة أريد بالإضافة إلى الويبينار تاع الألسفي اللي تقوم به الألسفي يعني من حين إلى آخر. أعيد شكري للمترشحة، يعني لاحظت أيضا كما لاحظوا الأساتذة أن المترشحة لها أعمال عديدة خاصة بالشباب، شباب الرياضة، شباب الحراك، شباب تقدير الذات. أنا حابه لو تحدثنا المترشحة بعد في المناقشة عن تجربتها مع الشباب. طبعا الشباب انطلاقا من طلبة الجامعة وحتى شباب من خارج الجامعة. أظن أنه يعني الملاحظات لسنا في مناقشة بصدد مناقشة رسالة دكتوراه ولا بحث آخر، هو ملف مر على الخبراء وزكي من طرف الخبراء وأبدى الخبراء الرأي الإيجابي في ذلك وأنه قابل للمناقشة، ونحن فقط نعيد وأعيد شكري للمترشحة وأسأل الله أن يوفقها إلى ما هو أحسن وأكثر في المستقبل إن شاء الله. شكرا أستاذ. الوجيز أعيد وأقول أن الأستاذة ذكرت بمقالة الأستاذ الدكتور بعطيت تحدث أيضا على ثراء الملف ودقة التقييم وحضور الضمير، وهنا أهم شيء يعني صراحة في عمل الأستاذ أنه صراحة في بعض الأحيان نحضر للأسف الشارع يمتد للجامعة. تكلمت على نقطة جديرة بالإثراء والتنمية وحضور ضمير الأستاذ، خاصة نحن نتحدث عن النخب. في الدستور الأخير في الدستور السابق تكلموا على شيء أساسي أولا هي وجود الحرية الأكاديمية. الحرية الأكاديمية يفهمها البعض أنها نوع من السيوبة، نوع من الإهمال، نوع من عمل كما أريد. لذلك أنا أعتقد أنه في بعض الأحيان أن حضور الإدارة هو رمزي، هو من أجل الإطراء وليس من أجل المراقبة. فنشكر الأستاذة أثارت هذه النقطة الأساسية لأنه غياب الضمير لدى النخب خاصة الجامعة، نسميها جامعة كأنها يعني قرية صغيرة في بعض الأحيان، يصعب مراقبة الأستاذ. لذلك فإن وجود النخب تحمل ضمير من شأنها نطفي الكثير للأسف كما قلت في بعض الأحيان لما يمتد الشارع للجامعة نار الكوارث، وهذه نقطة مهمة. يعني تكلمت أيضا على استثمار فترة الحجر المنزلي، لأنه صراحة الحجر المنزلي عنده انعكاسات نفسية سلبية، هنالك من أخذه بالناحية الإيجابية وهنالك من أخذه بالناحية السلبية تمام. وبالتالي هذه نقطة، وأنا شخصيا شفتها عدة مداخلات يعني افتراضية، وهذه يعني شيء يحسب لك. وفي الأخير طلبت من المترشحة أن تدلي بدلوها حول تجربتها مع الشباب خاصة معها خدمة في هذا الإطار. دون إطالة أحيل الكلمة للأستاذ الدكتور بغتان عبد القادر. كيف هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكر زملاء الأفاضل من جامعة كلمة من خارج الجامعة، زملائي وضيوفنا الكرام. أشكر الأستاذة أو الدكتورة المترشحة
وطبعا لن أعالج ولن أعيد الكلام عما سبق ذكره فيما يخص سواء الناحية الإدارية أو الناحية جوانب ملف الإدارية أو جوانب الأكاديمية، لكن أود أن أضيف ربما نقطة عن ما سبق ذكره من قبل الأستاذ الفاضل سفيان معطيت، سيما نقطة شخصية الباحث هي نقطة مهمة جدا ربما تسمو بنا إلى قيمة الأخلاق في العمل، وهذا شيء ليس بالغريب على الأستاذة. وأنا أريد أن أضيف شيئا مهما أكثر من ذلك لأرافع وأكون ربما محاميا عن كل سيدة. سيدة لماذا لا تضاف عنصر أنها سيدة، سيدة بيت في سيرة ذاتية للأستاذة؟ أن تقوم سيدة بأعمال منزلية ثم توافق عملها خارج البيت والله شيء ليس باليسير. يعني كشاهد ليس على العصر لكن شاهد على أن الأستاذة كانت زميلتي في الإدارة وزميلتنا وأخت وأم في نفس الوقت ربما نسعى من خلال تجربتها في الاستشارات وما إلى ذلك، نشهد ذلك على مثابرتها والأعمال أو إبدائها أو مثابرتها في الأعمال بكل إخلاص، وهذا نشهد عليه أمام الله وأمام الزملاء. ليس بالغريب أن نجد أعمال تغيير الحالة العلمية قبل الأستاذة، وأعتقد أن لو يتاح لها الفرصة ليكون العمل أكثر وأجود. أنا أثمن كل ما قدمت به الأستاذة للحصول على التأهيل الجامعي، وفي نظري يعني دون سابق أقول أن الأستاذة تستحق كل ما عرضت لأجله هو التأهيل. ربما كباقي الأساتذة ربما أطرح تساؤلا فيما يخص هل للأستاذة أبعد أو نظرة أبعد مما طرحته فيما يخص الاهتمام بمواضيع ربما أبعد من الاستشارة النفسية وتخصصها الاستشارة، هل فيه مواضيع أبعد من ذلك ربما تتجاوز ربما واقع الأستاذة واقع البحثي؟ هذا كسؤال ربما تجيب أو لا تجيب هذا شيء. ثم أني أوافق أيضاً الأساتذة فيما يخص التكوينات الأكاديمية، التكوينات البيداغوجية أيضاً، وكل ما يستحق الأستاذ في العمل هو أنه ليس فقط أن يقدم شيء وإنما أيضاً أن يتحصل على شيء هو التكوين، يعني التكوين لو فورماسيون التكوين الذاتي. وهذا ما نلاحظه عند الأستاذ أن هذا التعطش للتكوين مهم جداً في إنما يعكس شخصية الباحث أيضاً. فالباحث الحقيقي يعني لا يطمح فقط طول حياته العملية أن يقدم فقط، لكن أن يريد الحصول على أشياء لكي يطور ذاته، وهذا ما لاحظناه في سيرة الأستاذ. يعني الكثير مما يجب أن نقول ولا أريد أن أضيف أكثر، ربما يكون الوقت ربما أسس عن كلمة أخرى أوجد فيها النقطة، وأقول شكرا لكم.